اهلا بكم. بدور في الورشه وبدعبس، لقيت الكشاف ده اللي هو السهاري او الوناسه او ايا كان اسمها. هو بيشتغل باربع بطاريات يعني بستة فولت، فهجيب كالعاده شاحن 5 فولت عادي خالص بتاع موبايل ووصله. طبعا هو اكيد بيفتح وبيقفل بسوسته، فخلي بالك وانت بتفتح للسوسته تطير. فكيته تمام. هو عباره عن ايه، حته باغه او بلاستيك او ايا كان، لونها ابيض علشان تبقى عتمه للنور، وكرتونه علشان اللي ورا ده هيمتص النور شويه، فكرتونه لونها ابيض علشان برضو دي لمبه فانوس، اللمبه القديمه بتاعه زمان دي بتاعه الفوانيس. اللمبه دي طبعا بتطلع بعض الحراره الصغيره جدا، بعد ما تشتغل 8 ساعات شغل ولا بتاع بتطلع حراره، لان هي لمبه سهاري يعني بتشتغل طول الليل. طيب عايزين نشوف هي شغاله ولا لا كالعاده. وده هنا هو الان اوف، وهنا في سوسته 2 3 3 سوسته مهمين جدا. طيب حد يقول لي ايه دول؟ اقول لحضرتك ده جاك، عامل زي جاك التلفزيون. هجيب وصله الشاحن، ولو حطيتها هنا كده شغالة اهي. السلكين بتوع الشحن دول يا اما امسكهم من هنا بكاوية اللحام، يا اما همسكهم هنا لو انا ما عنديش كاوية لحام هربطهم. طبعا مش مهم بقى موجب ولا سالب، اللمبة دي بتشتغل بأي حاجة على قديمه يعني. كده تمام، نجربها بعد ما وصلناها اهو كده ممتاز. هنجيب بقى الجاك نفسه وهندخله من هنا. ممكن بقى تثبتها بمسدس شمع لو حابب علشان ما يشدش من هنا يوم يتقطع ولا حاجة يعني. هغسل بقى المكونات دي واروق عليها كده وارجع لكم. وجيت اهو روقت عليهم، للأسف اتخدشت يعني من كتر التخزين والبتاع. تمام، واحنا بنركب بقى خلي بالك الكرتونة دي ما بتركبش كده، لا هي بتركب العكس عشان الأبيض يكون لفوق. طبعا الأبيض ده كان المفروض يبقى أبيض نفس اللون ده ولكن أصفر. بيدي إضاءة عشان نجرب، بس هو بيدي إضاءة، الإضاءة بتبقى ضعيفة جدا كده. ليه؟ لأن دي سهاري، يعني أنا لو شلت النور كده لسه في نور تاني طبعا شغال، شغال على نورين، ده الهدف منها. طب افرض أنا عايز أقوي الإضاءة هعمل إيه؟ هاجي على دي وأحط ورق الفويل أو الألمونيوم بتاع أو اللي بيسموه ورق قصدير بتاع المطبخ، ساعتها الإضاءة هتقوي وتبقى أفضل بكتير طبعا. عشان نركب هتبص تلاقي هنا أهو في مشقبية، اهي مشقبيه اهي. المشقبيه دي هتلاقي في الكرتونه دي برضو مقطوع قدها او زيها، يبقى الكرتونه دي على المشقبيه كده، وايه وخلي بالك بالعكس كده اهو، يعني الابيض ده لجوه. طيب وكمان المشقبيه او القطع اللي في الكرتونه بالمشقبيه دي عند مش الجاك، لا مش السويتش، لا الجاك، عند الجاك. يبقى انا هحط الكرتونه، هو ده بقى الريفرنس بتاعي اهو عند الجاك كده. وطبعا قبل الكلام ده كله هحط الايه السوست، بعد كده هحط الكرتونه داخل لمبه في النص واحط الجاك هنا اهو كده. وبعد كده دي افطر واسرع طريقه ان انت تركبها بيها. وبعد كده بص هنا اهو الجاك في جاك كده اهو، اقوم مركب هتبص تلاقي مكان الجاك برضو هنا، هنركب المكان ده مكان الجاك ده. نيجي نركبه برضو نحافظ على مكان الجاك، هتبص تلاقي كله لمس في بعضه مرة واحدة، ودي اسهل، شايف كله لبس اهو اهو، سحبتها ومسكتها على طول اهو، شايف؟ لان ايه السوسه هتخليها تنطر منك.
وتاكد ان انت ربطت المسامير كويس، علشان في سوسته قلنا فلازم السوسته تكون مضغوطه. طيب نحط الفيشه نتاكد انها شغاله قبل ما نقفل الشغل خالص. اهو كسبتها من لا شيء. ممكن تنزل الاماكن اللي بتبيع الحاجات المستعمله او الحاجات الخرده بمعنى ادق، هتلاقي منها كتير قوي وتمنها يعني ممكن تجيبها ب 7 جنيه ب 10 جنيه، وانا ما اعرفش الجديده بكام، اكيد هتلاقيها ب 60 ب 50 ب 80 ايا كان. فتقدر ان انت ما عملناش حاجه، ماوس قديم من الماوسات اللي احنا اصلا مجمعينها مع بعض قبل كده عشان باخد منها المقاومات والكلام ده كله، يبقى انت استفدت بالليد اللي جوه الماوس، واستفدت بالمقاومات اللي جوه الماوس، واستفدت بالسلك بتاع الماوس، وكمان جبت حاجه كده اهو يعني يعتبر يكون ببلاش، او تلاقيها في المخزن زي حالاتي كده اهو،